ينضم إلينا المزيد من التفاصيل من أم درمان مهند الحسيني مراسل الغد. إذن مهند، يعني لو نبدأ بهذا التطور واشتباكات عنيفة وأيضا بالأسلحة الثقيلة، لو تطلعنا على المزيد من التطورات. صحيح، يعني يبدو أن اليوم أيضا هو امتداد للمعارك التي جرت أمس في العاصمة الخرطوم وفي أنحاء متفرقة من مدنها الثلاث في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. اليوم بدأ وسط هدوء حذر لكن سرعان ما تبدلت الأمور وأصبحت هنالك اشتباكات عنيفة تقع أيضا في أماكن متفرقة من العاصمة، كان محورها في منطقة شمال الخرطوم بحري التي تشهد لليوم الثاني على التوالي اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. نستمع إلى قذائف وانفجارات ضخمة في تلك المنطقة ونحن هنا في مدينة أم درمان، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطائرات التابعة لسلاح الجو السوداني للجيش السوداني. هناك أيضا اشتباكات أخرى في محيط مقر الدفاع الجوي في وسط الخرطوم. هذه المعارك تستمر بضراوة لليوم الثاني على التوالي في إطار ما يقول الجيش السوداني بأنه بدأ حملة للتعامل مع القوات التي لا تزال تنتشر في العديد من المساكن والمناطق المأهولة بالسكان في أحياء العاصمة المختلفة، وأن هنالك محاولات جرت وتجري منذ الأمس لبعض هذه القوات على متن سيارات للدفع الرباعي تحاول الوصول إلى مناطق عدة في شمال بحري. هذه المنطقة التي تضم العديد من المعسكرات الخاصة بالجيش في منطقة الجيلي، بالإضافة إلى أن هذه المعارك تمضي في مناطق مختلفة في منطقة الكدر وكذلك منطقة جري. يبدو أن هنالك بحسب مصادر محاولات من قوات الدعم السريع للوصول إلى أهم نقطة عسكرية وهي مطار وادي سيدنا الواقع في أقصى الشمال من مدينة أم درمان. طبعا هذه التطورات الميدانية تأتي بالتزامن مع استمرار عمليات النهب والسلب للعديد من الأسواق، حيث لا تزال عمليات النهب مستمرة لسوق أم درمان وهو أحد أكبر الأسواق السودانية ومن أقدمها، فبالتالي هنالك عمليات نهب تطال المتاجر والشركات والعديد من المؤسسات التجارية الواقعة داخل هذا السوق. هنالك حركة كبيرة لبعض التجار يقومون بإجلاء بضائعهم باستمرار من خلال شاحنات نراها الآن في الشوارع. طيب، تحاول أن تجلي هذه البضائع من سوق أم درمان. مهند، أيضا ليس بالتزامن فقط هذه العمليات من السلب والنهب وهذه الفوضى، وإنما أيضا إحصاءات كثيرة ترصد لأعداد المشردين السودانيين إلى خارج السودان إلى دول مجاورة. ما الأنباء أيضا الواردة عن هؤلاء؟ يعني بحسب الأمم المتحدة فإن يعني أكثر من 220 ألف سوداني عبروا إلى الحدود الشمالية للسودان، هنالك الآلاف على حدود السودان الشرقية في الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود الغربية للسودان مع دولة تشاد. النزوح الداخلي مستمر بصورة كبيرة جدا، هنالك نحو مليون شخص فروا من العاصمة إلى المدن الداخلية في السودان والقريبة من العاصمة خصوصا في ولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض وسنار، فبالتالي هذا الفرار الكبير الذي نشهده من العاصمة ذلك ربما لقناعة الكثيرين بأن الأوضاع أصبحت غير مواتية للاستمرار في العاصمة الخرطوم خصوصا في الأحياء التي كانت ولا تزال تشهد اشتباكات مستمرة بين طرفي الصراع في مناطق أحياء الخرطوم في الرياض وفي جبرة ومدينة وحي بري، فبالتالي حركة النزوح مستمرة. الأمم المتحدة تقول إن بعد دخول الشهر الثاني من هذا الصراع فإن نصف السكان في السودان يحتاجون إلى مساعدات عاجلة وهو أمر حتى الآن يواجه تحديات كبيرة في ظل عدم انسياب المساعدات الإنسانية التي وصلت بالفعل إلى
ميناء بورت سودان وإلى الميناء البحري في مدينة بورت سودان. الحكومة السودانية تقول بأنها شكلت لجنة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية وخصوصا الصحية، لكن بالتالي الجميع هنا في حاجة إلى هدنة وإلى وقت إطلاق نار حتى تتمكن هذه الجهات بالتنسيق مع الحكومة من إيصال مساعداتها إلى المتأثرين بالصراع. شكرا جزيلا لك من أم درمان. مهند الحسيني مراسل الغد.